اخي حنا جينا كنطالبوا الحقوق ديالنا هنايا في هذا المجتمع هنايا، كنطالبوا بالغلاء ما يبقاش، راه حنا ما بقيناش كنقدروا نشريو الخضره نهائيا، كنخرج للسوق خرج 100 درهم ما كنقدر نشري بها لا خضره لا حتى حاجه، كنساهم بطاطا كنجبر 10 دراهم، ما عطيش 10 دراهم وجوج دراهم، اشنو غادي نشري؟ واش كيلو اشنو غادي يعمل لي لولادي؟ ما بقيناش كنقدروا نجبروا الخضره نشريوها لولادنا، والله ما بقيت كندخل الخضره، وثيقوا بالله رانا ما انا بضلي كنهضر على راسي، انا مسؤوله على ولادي، انا اللي خدامه في الدار ديالي بوحديتي، ما عنديش الزوج ديالي مات الله يرحمه، شنو كيفاش بغيتيني نعيش؟ كيفاش باغيين عباد الله نعيشوا؟ والدار اللي عندها 5 الافراد 10 الافراد كيفاش عاد تشري كيلو بطاطا ب 10 دراهم؟ كيلو مطيشه 12 درهم، اللوبيه 25 درهم، كيف اما الدجاج ما نهضروش عليه، اللحوم ما بقيناش كنهضروا عليها، كنهضروا غير على الخضره ما قادرينش نشريوها، حسبنا الله ونعم الوكيل، كنطالبوا باخر نشير حال والغلاء ينزل عباد الله، راه ما بقينا كبد الجوع وحنا يا الجوع يا عباد الله، الزيت قهرنا، الخضره قهرتنا، بارك علينا.